كتمشي للصوبه كتمشي للصوبه نوري واش تمشي راهينا راسنا مشى مشاويل خدمه اسميتو شهرين وهزتو زانو مشى في اليمن ديال الانتخابات جاكم شهرين عرفوش على ديك السياسه ورانا الى داكشي اللي سكت ايام راه كاينه 800 داش الانتخابات في الاخر قال لي راه خاصها هذه خاصها هذه خاصها شكون اللي عنده هذيك التسمه ديال الاولى اللي باقي ما مشاتش باش نوليو ها هي كاينه باقي باقي في التليفون احنا من دوار ساوريرت جماعه ايت عدل اقليم الحوز عامله تحنوت هاد القنطره هادي مشات لينا من 2014 الى 2023 فاش قريبه الانتخاب جا واحد تشرون ضرب عندنا تما 6 شهور بنا جوج بيروات وبدا كيحفر في الواد منين داست الانتخاب قال لك اسيدي المشروع ما كملوش ليا الفلوس وزق جوج وزاد وقطع لينا القنطره فين كنتمشاو حنايا على رجلينا باش نجيبوا المواد الاغذيه لولادنا قطع لينا قلنا ليه صعوبه منين عيطوا للقايد قال له ودي راه الجماعه راه الدوار التوريط راه غيتلقى لها التراكس تبقى هنا قال ليه ما جديهمش انتوما باش تشدوا حنا اللي مسؤولين على داك الشيء وقال لهم سيفتوا لي واحد ربعه باش نتفاهم معاهم منين مشاو هذوك ربعه اللي عندهم البراج الجماعه قال لهم اسيدي من دابا الشهر احنا معاكم داز ديك الشهر مشاو ثاني ربعه جا سعيد ديال القي وجا الرئيس ديال الجماعه قال لنا الاخر ديال هاد القنطره الشهر 10 غادي تخدم داز الشهر 10 مشاو ثاني شي ربعه قال لهم الاخر ديال هاد القنطره غتخدم اخر الاحداث الشهر 2 والاول البارح نهار الخميس طلعوا عندنا الرئيس ديال الجماعه وسعاده القاي قال لهم اودي القنطره راه ما كايناش ما يكذبش عليكم شي واحد قال لهم القنطره راه ما كايناش عطيوني دابا واحد ربعه باش نعاود الطلب وحنا من 2014 الى 2023 هاد القنطره غنبقاو نعاود الطلب ونبقاو نعاود الطلب راه بزاف وشكرا جزيلا. السلام عليكم. انا سيدي حنا سكان ديال دوار توريرت جماعه ايت عدل قياده ابدو دائره ستوما عامله حناوت اقليم الحوز. حنا سيدي مضروبين جيد هذه القنطره هاتي من 2014 جات في هذه 2014 داها واحد يقول لك راه قنطره راه كاينه قدو 6 شهور 4 شهور كانوا دوك يقول لك جيبوا لنا شي ربعه الناس نتاخروا معاهم كيمشيو من تما غاو تريك هادوك عاوديني موعد تالت هاد الشتا اللي كانت هاد الايامات هادي كنا كنديرو هاد القنطره هادي اللي كتشوف عشوائيه كنديرو العواد وشي حديدات كنقلو منهم داكشي اللي غياكلو وليداتنا وصحاب الدوار وجاب الفادر هذا معنا سيدي دا هادشي هذا بقينا حنا معزولين دابا اربعه طوموبيلات اللي كيتعاونوا معنا وكنتعاونوا معاهم حتى حنايا كنقولوا لنا الربا محصولين تماك وسيمانه عادي دابا سيمانه عادي حتى واحد في ذاك الدور ما مسوق ما لقى منين يجيب لولادو ما لقى منين يجيب شي حاجه لولادو وحاصر تماك وحنا حاصرين في هذا القنت هذه وشكرا. السلام عليكم. حنا كنطالبوا بالاقليم ديال الحوز يدير لنا شي حل في هذه المشاكل اللي كنعانيوها من 2014 الى غايه 2023. علاش هذه المنطقه محظوره؟ دابا حاليا 10 ايام والرابطه مقطوعه، ما كاينش الناس منين يدوزوا القوت لولادهم، الدراري ديال المدرسه هما حاصلين دابا ما كيقراو ما والو، علاش دابا كنقولوا حنا كنحاربوا لهذا المدرسي ولادنا مريحين ما كيقراوش، دابا الا كان شي مريض ولا شي حاجه منين غنتواصلوا مع السلطات الاسعاف؟ السلام عليكم. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.